حديث أبي هريرة رضي الله عنه يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال بلى، ويصومون ويصلون ويحجون. قالوا فما بابهم؟ قال اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. وفي حديث جبير يعني تساهلوا المعاصي، تساهلوا المعاصي، هم يعرفون أنها معاصي، تساهلوا حملهم ضعف الإيمان والهوى على التساهل حتى نزلت بهم العقوبة العاجلة إن شاء الله. وفي حديث وقد يملى لهم كما هو الواقع، وأملي لهم إن كيد متين، إن الله لا يظلم الظالم حتى إذا أخذ سنستدرجهم حتى لا يظلمون. فلا ينبغي للآخر يغتر من ذلك الله ما وقع خس ما وقع خلال، يجب الحذر. العقوبة في القلب أعظم من المسخ، يعاقب بالقلب بالقسوة والإعراض أو الزيغ، أنا أعظم واقع نسأل الله. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مسلم أن يحذر نقوة الله بالتساهل بالمعاصي والإصرار عليها والإقامة عليها، فقد تكون عقوبته انحراف القلب عن الهدى وزيغه عن الهدى، وهذا اشد واحد. قد تكون العقوبه القسوه العظيمه حتى لا يبالي بالمعاصي ولا يبالي بالتساهل بامر الله. فالواجب الحذر، الحذر دائما، كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا قولوا حذركم فليحذر الذين يخالفون ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. لا يقل يوجب الركون الى هواه والشيطان التساهل والاغترار بعفو الله ورحمته، هو سبحانه غفور رحيم في العقاب. قال تعالى نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال تعالى غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فالعاقل يحذر ولا يغره رحمه الله وإملاؤه، بل يحذر أبدا أينما كان، ويبتعد عن معاصي الله أينما كان، يسارع إلى ما أوجب الله أينما كان، يرجو ثوابه ويخشى عقابه.